السلام عليكم، معاكم طلال سام. شفت تغريدة أمس ذكرتني موضوع من زمان أنا بتكلم عنه، وهو موضوع طلبة العلمي والأدبي. أنا كنت أدبي وتخرجت نسبتي 84.7، والحمد لله سافرت برؤية أمريكا ودرست الشيء اللي أنا بيدرس اللي هو البزنس. شنو اللي يميز العلمي عن الأدبي غير أن العلمي يقدر يدرس هندسة وطب؟ ترى ما أنت عالم، أنت مو فيثاغور، مو أينشتاين، مو عشان درست جيولوجيا وأحياء وبويضات وفيزياء وكيمياء ومعادلات وهندسة فضاء يعني أنت خلاص الحين أنت بتحل كل أمور ومشاكل الحياة. خلاص. لا، والمشكلة الموضوع في سمعة، يعني أنا لما أقول حق أحد إن أنا أدبي عادي يصير فيهم اللي إيش دعوة؟ أدبي؟ والله العظيم لا تخليني احطك براسي، اقسم بالله لك عمري يجيني. اقدر ادرس كل شيء الا الهندسه والطب، على اساس ان الحين العالم بينقرض وبينفجر بس المهندسين والاطباء انقذونا. عاد تلقى ناس من اهلك متضايقين ويتحاشونك عشان انت ادبي كأنك طالع من الاسلام، واذا ناقشت احد علمي عادي فجاه يقول لك ترى انت ادبي. ها، خلاصه الموضوع مو كل من دش ادبي يبي يستانس ويفرح ويلعب. ها، عادي في ناس ما تفضل انها تدرس اشياء نفس الفيزياء والكيمياء والاحياء. فعن الكبرياء اللي ما له داعي، لان كلنا في الهواء سوا. انا ودي اسب بس في وايد ناس علمي فخاف انطق. يلا باي باي.